السلام عليكم مرة ثانية. في هذا الفيديو غادي نوريكم طريقة ديال إلا بغيتي تكتب شي كلمة أو بغيتي في نفس الخانة دير تكتب الكمالة لتحت، يعني التتمة ديالها. هنا غادي نديرو هاد التجربة، مثلا نوريكم طريقة كيفاش نديرو شين يو تشوب. إذن أنا اللي درت أونتري تي حنقز ديال الخانة الأخرى، إذن أنا خصني نكتب تحت هاد الكلمة اللي كتبت أنا. إذن كنجي ملي كنكتب هاد القضية هادي كندير ألت أونتري ألت أونتري شين يوتيوب أدام رو شتي. أوكي، كما كتلاحظو باش نسيليكسيون باش يبان ليكم مزيان. الطريقة راه سهلة، غادي نعاود نكتب مثلا الاسم ديالي عبدو لطيف باش ندير لاست نيم ديالي او الكنية، ندير الت اونتري ندير تي تي وندير اوكي. يلا فرجة ممتعة. السلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.